استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر السافرية هذا اليوم معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار، حيث تشرفت بإهداء جلالته نسخة من القرآن الكريم بغلاف فاخر من تم نقشه بالزخارف الإسلامية والخط العربي. وقامت الهيئة بطباعته ضمن فعاليات المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018. كما قدمت معالي الشيخة مي بنت محمد إلى جلالة الملك المفدى كتاب الاستثمار في الثقافة، والذي وثق مساهمات الداعمين في مشروع الاستثمار في الثقافة والذي أطلقته الهيئة، والذي تم من خلاله تشييد عدد كبير من البنى التحتية والمعالم الثقافية، ومن أهمها مسرح البحرين الوطني الذي جاء بدعم كامل من جلالته حفظه الله. وقد نوى حضرة صاحب الجلالة بهذه الإصدارات القيمة، ومشيدا بالجهود الطيبة التي تبذلها هيئة البحرين للثقافة والآثار في سبيل الحفاظ على التراث الوطني الأصيل والمعالم الحضارية والثقافية التي تتميز بها مملكة البحرين، بالإضافة إلى إثراء الحركة الثقافية والأدبية، متمنيا جلالته لرئيسة الهيئة وكافة العاملين في هذا القطاع دوام التوفيق واستمرار التقدم والنجاح.